احنا الان طبعا بنترقب من الفائز بالمركز الاول، من فائز برضه لقائمه الانتظار والمتاهلين. طبعا بقول لكم شيء وبشاره حلوه ان شاء الله لكم، مددنا يومين لين يوم السبت اخر يوم لاستقبال المشاركات، شدوا حيلكم، اللي سوى مشاركه يعدلها يضبطها عشان نبثها ان شاء الله خلال الايام القادمه. يلا الان عبر الشاشه ونشوف الفيلم المتاهل. اذا الفيلم المتاهل معانا اليوم هو، وللحلقه النهائيه، هو ايس كريمي. مبروك، الف الف مبروك لعائله الزئبق والزئبق، الف مبروك. هيا يا اولاد بدلا ملابس المدرسه. اهلين حبايبي، كيفكم؟ اهلين فيك يا غالي، شو اخبار الدراسه معكم؟ ابشرك، مبروك، يستاهلون يستاهلون فعلا. ميار وحسان وابوهم ثابت، المسي عليهم بالخير. المشاركه المتاهله معانا لقائمه الانتظار، قائمة متأهلة معانا لقائمة الانتظار هي عنصرية. مبروك. إذا مشاهدينا الكرام، بعد ما شفنا ما شاء الله تبارك الله تأهل معانا ايس كريمي وأيضا تأهل معانا عنصرية، شكرا لكم، يعطيكم العافية يا شباب. مشعل، مبارك، فراس، شكرا لكم. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.